هلا فراشاتي، شلونكم؟ اتمنى الكل يكون بخير. فيديو اليوم مثل ما قريتوا بالعنوان راح نسوي تغييرات بسيطه بالغرفه مال النوم، تكلفه ماديه جدا بسيطه. هوايه طلبتوا مني هذا الفيديو، صراحه انا مصورته من زمان بس بسبب الظروف ما قدرت انزله واليوم نزلته. اذا انتم اول مره تشوفوني، هلا حبايبي، انا اسمي ساره، كل الهلا بيكم، نورتوني. اتمنى تضغطون على زر الاشتراك حتى تكبر عائلتنا، وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وتسووا لي لايك من ايديكم الحلوه. اول شيء راح اخذكم فره بغرفتي قبل التعديل، وبعدين نبدي بالتعديلات. هذا شكل الغرفه اول ما تدخلون بها، هذا مو يا الغرفه، هذا شيء زياده ما عليكم به. اوكي، فهنا طبعا هذه الباب هياتها. اول ما تدخلون راح تجي قدامكم شربايه مال النوم، شربايه الياس، هذا ميز المرايه مالتي بهالطريقه. طبعا هو كلش هوسه، خصوصا ذاك المكان هوايه بيه غراض وهوسه، فاشتريت الدستاند كلش حلو، احس راح يرتب ويلم كل هاي الهوسه. منها حاطه العطور مالتي ومال زوجي. هذه جنطه ابني دائما جاهزه هنا، أنا اخليها حتى في حال صارت طلعه مفاجاه تكون هي جاهزه. وهذه شربايه الياس، ما عندي مكان في الغرفه غير هنا فمخليتها هنا. وهذه شربايه النوم مالتنا، وعندي هاي هنا البردات، طبعا البردات لونها ابيض، راح اغيرها ما راح مويا الغرفه. وهذا كنتور الملابس منها، هي الغرفه شويه صغيره بس عادي. طبعا انا كنت اتمنى انه الغرفه تكون اكبر حتى احط الكوميديات واحد منها وواحد منها، بس يعني ما تكفي بالغرفه فحطيتها بهذا الشكل. طبعا على الكوميديات انا حاطه بس هاي الاحرف، طبعا هاي انا مسويتها، والياس مشلع الورود فرطه شمعه، ومنها كهمينه حرف الاس وشمعه، يعني حاطه حرفي وحرف زوجي. يلا تعالوا خلينا نبدي بالتغييرات سوية. طبعا اول شيء راح اشارككم المشتريات، اذا الياس خلاني اشتغل براحتي راح اراويكم شنو اشتريت من شغلات حتى اغير بها غرفه النوم. اخذت هاي الثريا ورهامتها ويا لون البردات. هذا الستاند اللي قلت لكم عليه راح ارتب بيه ميزه التسريحه، هذه همينا الميزه التسريحه، هذه ديكور للحائط، وهذه هم كلمه لوف اخذتها للحائط. هذه الفروه جميله، اموت على هيك اشياء خصوصا لما يبدي الشتاء. بأوروبا يبيعون الشرشف واحد، وجه اللحاف واحد، وجه المخاديد واحد، فاشتريت من كل شيء. هذه همينة وجه مخاديد مثل ما قلت لكم. هذه الشموع تجنن، لونها يناسب الغرفة وريحتها كلش طيبة. هذا الديكور يجنن كلش، حبيته بس بعض جماله قد كيوت. وهذه أخذت شمعات إلكترونية بالغرفة، ما أحب أشغل شمعات يعني أم النار. أخذت هذه اثنين تيبلامات للكوماديات، أخذت إطارين من الصور. هذه إطارات هي تكون خمسة بأحجام مختلفة، ديكور كامل للحائط. وأخذت هذه الصينية مال المراية، طبعا هذا الشمع داني يجنن على شكل تاج. أخذت مرايات اثنين صغار، وهذه شموع للبيت. هذه أضوية للتيبلامات، صينية مال الشموع، وهذه للبردات جنن لأن ما راح أحتاج أدق بالحائط لذلك حبيتها. وهذه البردات مثل ما قلت لكم حاولت أنسق كل ألوان الغرفة حتى تصير مرتبة. طبعا أول شيء راح أبدي بيه هو راح أرتب ميز التسريحة وياكم مثل ما قلت لكم. طبعا أنا هذا الستاند صدفة كنت دا أقلب بالفيسبوك وشفته على موقع شي إن، بس صراحة أنا ما مشترية أبد من شي إن، رحت دورته على الامازون ولقيته تقريبا سعره 20 يورو. صراحه كلش مفيد، ومثل ما راح تشوفون هسه شلون رتب الميز مال التسريحه بطريقه كلش كلش حلوه. راح اسوي فيديو جوله في مكياجي، وبهذا الفيديو اريد من عندكم حبيباتي تدزولي صور ترتيب ميز التسريحه مالتكم، وراح اشاركه بالفيديو مال جوله في المكياج. بس طبعا تقدرون انتم تدزوه على مالتي الانستغرام، راح اخلي لكم اسمه هسه، وراح اخلي رابطه بصندوق الوصف. ارسلوا لي صوركم وراح اشاركها على اليوتيوب، وانا هم اشوف ترتيباتكم الحلوه شلون صايره.
وهذا شكل التسريحة أو ميز المراية النهائي. دا تشوفوش قد صار راقي وناسك وما بهاي الهوسة. هنا بديت أكوي البردات أو الستائر. طبعا وهنا شكل البردات النهائي لما تكون مسدودة بالليل هذا الشكلها، وهذه بالنهار. صراحة كلش حبيت هذه اللي مسوي بها الفيكة مع البردة، احسن ما تدقون بالحائط وشغلات. هي حلوة يعني كلش مفيدة وحبيتها. مثل ما شفتوا البردات صارت كلش حلوة ولونها كلش قريب على الغرفة. هنا طبعا بدينا نرتب ديكور الحائط. طبعا اكيد استعانيت بابو الياس، لان انا هاي الشغله بالنسبه لي شويه صعبه، هو يرتبها قياسات وحركات. بعد ما كملت كل شيء راح ابدي بالشربايه او السرير. طبعا راح اغير كل شيء وياكم. حبيت هذه صراحة، مكانها المؤقت يصير هنا، بس هسه راح اشوفكم مكانها الدائم وين احطه، يعني لما استخدم الشرباية. وهاي الكوماديات، وهذا الركن مال الحائط. طبعا هاي الصور مال الحيوانات كلها راح ابدلها، اخلي صورنا يعني احط صور عائلية بيها. وهذه شرباية الياس ما سويت بها تغييرات مثل ما هي. وهذا ميز المراية، طبعا كلش حبيت شكلها النهائي. ترتب بطريقه كلش حلوه وانشالت كل الهوسه، يعني فعلا هذا الستاند اخذ كل الهوسه وبعد به فراغات. طبعا كلش زين، يعني اذا تلقوه فورا اشتروه. وهاي هنا العطور، شويه كنت حاطتها من هالجهه بس بعدتها لانه لاحظت انه الياس يقدر يمد ايده وياخذ منهم فرجعتها لي ورا. قولوا لي رايكم، شنو رايكم بالتغيير؟ صراحة أنا كلش حبيت التغيير، حسيتها صارت كلش حلوة وبنفس الوقت تغيير شوية أحس نفسيتي هم تحسنت. لا تنسون تشاركوني صور ميز التسريحة مالتكم على الانستغرام، وراح أشارك صور ميز التسريحة مالتكم في فيديو جولة في مكياجي. أنا أنتظركم تدزولي الصور، ومثل ما قلت لكم الانستغرام راح يكون بصندوق الوصف حاطة الرابط مالته. وأني أحبكم كلش هواية وشاكرة دعمكم كلش هواية، وأدري هواية تجيني تعليقات بخصوص ظهوري بالقناة. إن شاء الله راح أظهر بالقناة بوقت جدا جدا قريب، بس دا أنتظر فد شغلة تصير وبعدها إن شاء الله راح أطلع فيديو أنا وزوجي وابني
مو فترة طويلة، لا فترة جدا جدا قريبة. وهذه كانت الغرفة، أتمنى تشاركوني برأيكم بالتغييرات، شنو رأيكم بها وشلون صارت. واللي هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، أتمنى تظلون داعمين لقناتي بالاشتراك واللايك، ولا تنسون تفعلون زر الجرس. وإذا شاركتوا هذا الفيديو ويا أصدقائكم وأقاربكم حتى تكبر عائلتنا أكثر وأكثر، أني أحبكم كلش هواية، ومع ألف سلامة، وانتظروني فيديو جديد. باي.